الأستاذ مصطفى بيدق، أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي. هذه الوقفة جات لأن إدارة المؤسسة كتقوم بتسيير عشوائي، ومن المخلفات ديال التسيير العشوائي هي عدم توفر الأساتذة على استعمالات الزمن مصادقة عليها من طرف الشعبة، وهذه استعمالات الزمن كتوفر على مجموعة من الأخطاء كإسناد بعض المواد التي لا تنتمي إلى تخصص الأساتذة، وكتجاوز عدد الساعات المسموح به قانونيا، ومجموعة من التجاوزات في التسيير التي أدت رغم مراسلة الأساتذة للإدارة، فالإدارة لم تتجاوب مع هذه الرسائل، ولهذا اضطر الأساتذة للوقوف احتجاجا على التسيير العشوائي وعدم توفرهم على استعمالات الزمن للقيام بمهامهم داخل المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة العطري خديجة، أستاذة التعليم العالي ومساعدة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. أنا تنضامن مع الأساتذة ديال المدرسة الوطنية في هذه الوقفة، خصوصا على التسيير العشوائي والإداري من طرف المدير المساعد ومن طرف مدير المؤسسة. وهنا سأتكلم عن وضعي الخاص. أنا منذ أن ولجت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وأنا أدرس مادة اللغة الإنجليزية لجميع المستويات، سواء كأستاذة سواء كإدارية متصرفة، وعندما تغير الإطار ديالي. وإذا بالسنة الماضية أفاجأ بتجريدي من المواد دون سابق إنذار ودون إرسال من استعمالات الزمن للهندسة الصناعية والهندسة المعلوميات، الهندسة الصناعية والهندسة المعلوميات GTR. وفي هذا الصدد ذهبت إلى المدير مرارا وتكرارا، لماذا أتساءل عن لماذا تم حذفي من استعمالات الزمن؟ هذا شطط في السلطة. وهذا وفي الدورة الثانية وقعت طامة كبرى. كيف يعقل أن تدرس أستاذة لمدة 9 أسابيع لطلبة ويتم حرمانها من تكميل دروس سوى 4 أسابيع، ويأتون بأستاذ التعليم الثانوي اسمه الزيتوني من دراسة من الخوارزمي ليتمم الدروس للآدة دون هل 9 أسابيع هي 4 أسابيع، وامتحن الطلبة في 4 أسابيع. أهذه هي الحكامة؟ أهذه هي الآدة؟ مع العلم أن هذا سيكلف المدرسة مصارف زيادة. أنا أستاذة رسمية، فإذا بهم يأتون بأستاذ عرضي. ومع ذلك راسلت الرئاسة وراسلت المدرسة، وإلى حدود الآن لم أتوصل بجواب ليفيد ما هي الأسباب التي أدت بهم إلى ذلك. السلام عليكم. أستاذة جامعية في مدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. غنتكلم لكم أنا على مشكل ديال التأهيل الجامعي في هذه المؤسسة. أنا شديت التأهيل الجامعي من 2018 وماشي بوحدي، كاينين 7 الأشخاص أخرين، 7 الأساتذة معنا، وهذه سنوات وما تتداروا اجتماعات ديال اللجنه العلميه، واليومنا هذا مازال ما دوزوناش في الترقيه ديالنا تاع التاهيل الجامعي. انا شخصيا هذه 3 سنين، والاخوان الاخرين كاين اللي عنده عام اللي عنده عامين، ومازال ما دزناش في التاهيل الجامعي اكوز ديال هذا التسيير ديال هذه الاداره الجديده. رغم انهم تيديروا اجتماعات تاع اللجنه العلميه، الا انهم لا يدرسون الملفات، وكل نهار تيخرجوا لنا واحد سبب اللي ماشي واجه بتاتا. دونك تنطالبوا ان الرئاسه والجهات المعنيه انه تدخل في هاد الملفات، لانه هاد التسيير ما قدرناش عليه باقي، وهكا علاش دايرين هاد الوقفه اليوم.